رحت قابلتيه ليه؟ هرد عليكم الرد اللي رديته على غفران. ما عارفش رحت قابلته ليه. او اقول لكم اعرف، بس ما عايزاش اقول عشان ما حدش هيفهمني. وليه ما حدش هيفهمك يا اختي؟ عشان قلبي انا اللي موجوع يا علي، انا اللي حاسه بالمر والفرقه نحلت جسمي. توحشتوا يا حسيب، توحشتوا يا علي، توحشتوا يما. ده اللي انتوا عايزين تسمعوه؟ تنادوا على غفران اقول له هو كمان؟ مش فارق لي حاجة ولا حد، عايز اسألك سؤال يا حسيب. كل الناس قالت ان عساف هو اللي قتل ابونا، غفران قال لهم كده، بس حد شافه؟ كله كلام ناس، ناس قالوا عساف وناس قالوا غفران، ولما عساف اتحبس الكل قال عساف، خوف من غفران، هو اللي موجود، هو اللي بره. بتسأل السؤال ليه دلوقتي يا جليلة؟ أقول لك بتسأل ليه يا بنت أبوي؟ عايزة تلاقي له عذر تسامحي بيه، عايزة تحس إنك ظلمتيه، عايزة تحمل نفسك وزره. قلبك حن له ليلة جليلة بعد كل السنين دي؟ ليه تحط نفسك وتحطينا في قصة كيف دي؟ مش بيدي يا علي. اسمع يا جليلة، انت عايز اللي يخرب بيتك وخسران اللي يلف المشاكل حوالين روحه. إن كان قلبك هو اللي وجعك تحملي وجعه، شوية شوية حيخف، عشان اللي انت عاوزاه صعب، ولو حصل اللي بعده أغمق من سواد الليل. دوسي على نفسك يا بنتي وانسي انه طلع، وكملي مع جوزك وعيشي، ما تفكريش في حاجة تانية. اسمعي لأمك يا أختي، اسمعي لأمك بدل ما ترجعي تندمي. عسف الغريب نفسه وجع قلب. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.